تحليت بالأخلاق والدين قد أمر بها والرسول قدوة لنا هو صحبته مثيل الجبل ثبت على أرضه استقر شموخي شموخ تنطح صحبها مات مثيل الجبل ثبت على أرضه استقر شموخي شموخ تنطح صحبها مات صبري ولا لحد بشراني من صبر ومن هو صبر لابد يوصل لغايته مثيل الأسد بهجم وبثار كما زهر إذا هو هجم لابد يلحق فريسته ولا خاف إلا الله الموت هو قدر يا ناصري يستشهد شوقي لجنته مع موسى الشعب ترجع كرامته ولا مطلبي منصب ولا مال أو درر وقاتل لأجل الشعب ترجع كرامته.